تبقي عشقي والغوايا شام مهما اجتمع وتكالب الظلام ورح يبقى حضنك أدفى حضن بهجي ونرمي بحضنك هالتعب والنام نزلت عخدت دموع والجوع ما أصعب ليالي الجوع بس اللي مثلي للأزل ما بينكسر بس اللي مثلي للأزل ما بينكسر وبأعلى صوتي بهالأرض مسروع مسروع تذكري يا شام كيف كنا سوا نمشي بحاراتك ودقدقنا الهوى رح ينطوى ورح تبقي عشي والهوى يا شام شو؟ ما شفت الأختي هون إلا لطلعت عيوني ملاك الناس عندك رخيصة؟ يا ست حسنة غنى غالي على قلبي كتير وما لها رخيصة عندي أبدا بس هذا حادث يعني قضاء وقدر حسنا يزن ما دخل وما عمل شيء بعدين مثل ما قال لك قضاء وقدر شلون ما دخلوا كل هذا ما دخلوا نحن مقدرين حالتكم حبيبتي بس تأكدي انه يزن غالي عليه ارواح الناس كتير وما له رخيصة مثل ما هو غالي علينا سهلا معلم شغل في شيء لا لا سلام الله يسلمك احترام معلم سمير شو جابك لهون معلم والله كنت ماشي بالصدفة شفت السيارات والشباب قلت بطمن عفاك خير في شيء لا لا ما في شيء حادث سيارة بسيط الحمد لله على السلامة الله يسلمك اسمع سمير مور معلم في بنتين جوا بدي اياك تعمل دراسة كافية ووافية عنهم مفهوم حاضر معلم الحمد لله على سلامتك سيادة الرائد المهم ما قدروا يأذوك لا الحمد لله مريت على خير هدول شكلهم عاملين عصابة مسلحة وعم يشلحوا الناس سياراتها وباقي المجموعة ضلت بمكانها أكيد غدر خدوه شو رأيك ابعت معك سيارة وكم عنصر ترافقك للبيت لا 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 ما في داعي من هون البيت أمان مثل ما بتريد يلا يعطيكم العافية شباب يا هلا الله معك مع السلامة
يعني والله ما عم تنبلع معي. خير؟ خير يجيك. هي مالي خلق اخذ واعطي معك، وماني بهالوارد بنوم، بس ما قدرت ابلع لك سعيد. شو هيدا؟ انت عايش هون بيناتنا؟ بتعرف شو عم بصير ببيتك؟ بتعرف شي عني؟ بتعرف شو عم بساوي انا كل النهار؟ ولا شو عم بساوي بناتك؟ بتعرف من شو عم نشكي؟ جوعانين ولا مرضانين ولا بردانين؟ ليش انا بشو مقصر؟ بشو؟ ليش انت عم تلفي على البيت؟ شو انا امتى بشوفك؟ من الصباح لاخر الليل تاركنا يا سعيد. عم تسأل على البنت المريضة؟ بتعرف اني لفيت الحارة اليوم للاقي لها دواء ما لقيت؟ بتعرف انه شبابك على الحاجز ما خلوني اطلع جيب لها الدواء؟ بتعرف انه هذا الشاب الغريب اللي قاعد عم تسألني مين وكيف وليش وين هو اللي جاب الدواء لبنتك؟ بعرف كل هذا الحكي وضليتك واقف قدامي وبعرف كل هذا الحكي. ما خجلك؟ بشرفك ما خجلك. انت مرة عاصية، لو ما كنتي عاصية ما وصلنا لهون. أنا عاصية؟ طبعاً. ليش؟ لو تنقبتي من زمان ما كان الله ابتلانا. كل هالعمر عايشين ومنقبين لك زعيم؟ ايه. شو صار؟ كل هالعمر كنا مبتلين، هلأ الله بده يهدينا، لو بتتنقبي نخلص من كل مشاكلنا، رب العالمين يفتحها علينا. إذا بتنقب نخلص من كل مشاكلنا؟ بإذن الله. على الله يا سيدي، على الله. الله يهديك ويحنن قلبك على هالبنتين. الوجع اللي عم تاكله مريم ما بتحمله جبال، انت قلبك كل حجر. يعني انا محاس فيها، ما بعرف انه بنتي عم تتوجعها، بس انا مو مثلك. انا مسلمه وموكله بايدين الله اللي ما بتضيع عنده الودائع. انت لو بتخافي الله سلمي لرب العالمين، بس لرب العالمين. استغفر الله العظيم. اوف، وشو هالتغيير المفاجئ؟ انا ما قلت لك وافقت، انا قلت لك وافقت يطلبني. والله ما عم بفهم عليك، ليش شو الفرق؟ انا رح اقول لك شو الفرق. واحد مثله شو اللي بيجبره يصبر على بنت ما لها عطيته وش ابدا؟ وقت بيجيني من الباب بهرب من الشباك. وانا وياك منعرف كتير منيح انه اي بنت تتمنى انها تكون زوجة لإله، ورغم هيك ما مل ولا تقفقف مني. بدي اسألك سؤال بس تجاوبيني عليه بصراحة، اغرتك حالته المادية؟ لا حسام اكيد، ولا فكرت من اي ناحية، بس عم قول بركي في شي عنده حقيقي، مع انه بصراحة ما هو الشخص اللي كنت راسمته بخيالي ابدا. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. اصلي لك ابني. ولو يا شيخي تربيتك انا. الصلاة بترد الأذية، وردد هذا الدعاء بعد كل صلاة. ربي لا أسألك رد القضاء، ولكن أسألك اللطف فيه. الله يرحم القدماء، ما خلوا شيء وما حكوا عنه. قال اسعى يا عبدي لعينك، والدعاء من دون عمل ما بفيد يا شيخ. صحيح، بس انت مو طالع بإيدك تعمل شيء، والعمل رح يوصلك لهالنتيجة الأكيدة. سعيد ما بده يوقف عند حد، وناوي يضل عم يكبر لو حتى على أجساد أقرب الناس لإله. ما في شجرة وصلت لعند ربه. مظبوط، بس إذا ما حاولنا نردعه رح يدوسنا تحت رجليه. أنت عم تحكي معي
وكأني أنا قادر أوقف بوشه. ما حدا بهالظرف قادر إنه يوقف بوشه، بس نحن من واجبنا إنه نوعي الناس. حسبنا الله ونعم الوكيل. ماني عرفان شو بدي أقول لك. مو قولي، تقول يا شيخ. قول للأطفال والمساكين يلي عم يجيون من بيوتهم ومن مدارسهم ويحملون سلاح أطول منه. معقولة هذا الزلمة عم يحكي عن جد؟ معقولة أنا تجوزت بحقه حي؟ طيب وبركي كان عم بيكذب علي؟ ايه، وأنا شو فارقة معي؟ بمشي معه لشوف وين راح ياخدني بالأخير. لازم خبر حسنة، بس هو اللي ما خبر حدا أبدا. ايه شو راح يعرفه؟ وين هاي؟ هلا هي البنت اللي بدك تعمل لها واسطة؟ اي بابا، هي زميلتي غنى. زميلتك؟ اي زميلتي وبحبها كمان. بتحبها؟ يا سلام، وعم تقولها بهالوقاحة؟ يا بابا بدك حكيك الحقيقة ولا كذب عليك؟ يا أبو يزن الله يحن على اسمك، مو وقته الحكي. أنا تعبان وبدي أطلع على غرفتي. تصبحوا على خير. أنت بخير يا حبيبي. يا عمري قلت لك الحكي مو وقته. هلا عم تحكي وكأنك ما شفتيها لأختها. أختها مو هي؟ بعدين المخلوقة بركي جاي من عرس نسوان، أي وحدة بتكون بالعرس تجي لابسة ومشكشكة ومغندرة. عرس نسوان؟ والله كأنك عامله دراسة عنها. مو عامله دراسة عنها، بس يعني لحديت هلا ما بنعرف شي عنها. مو مشكلة، قريبا رح نعرف. أمي كرمال الله بغلاوتي عندك، حس فيها لأختك شوي. والله يا أمي يا حبيبتي أنا حاسس بأختي. أنتوا حاسين فيني شوي؟ يعني ألف شغلة وشغلة براسي أنا. انت بتعرفي طبيعه الشل؟ ايه بعرف. انا احيانا يومين ثلاثه بروح ما بعرف اذا برجع. والله الف قصه وقصه هون. لك كل القصص كوم، وقصه اختك كوم تاني. على عيني وراسي اختي، انا ما حكيت شيء، انا بدي اياها تتجوز. بس يعني هذا الموضوع ما عم يفوت دماغي، مو ظابط يا امي، والله مو ظابط. طيب شاب اصغر منها، شو بده منها؟ انت شايفه ظابط الموضوع؟ هلا اختك حاببته لهالشب. بدي اتجوز على سنة الله ورسوله، شو المانع؟ يا أمي يا حبيبتي والله ما في مانع، بس يعني أنا كان كل اللي بدي إياه شوية وقت لحتى أسأل عنه للشاب، أصله فصله منيح ما منيح. بس ما في داعي تسأل عنه، بيكفي أنا أعرفه وكلام العالم ما بيهمني. اسمعي بنتك، سمعاني؟ سمعاني هالكلام اللي عم تحكيه؟ هذا الحكي اللي عندي. على فكرة أنا وهشام قررنا نتجوز آخر هذا الأسبوع. شو عم تحكي؟ شو عم تحكي؟ مثل ما سمعت. وكلمة تانية، بحمل حالي بطلع من هذا البيت وبعمرك ما بقى تشوف وجهي. على فكرة ولا كأنك أختي ولا كأني بعرفك. لا بتعرفني منيح، أنا مصيري وحدي بقراره، وأنا بعرف شو بدي أعمل. مثل ما أمي ربتك وتعبت فيك، أنا كمان أختك الكبيرة وتعبت فيك، يعني لا تتقاوى علي. اسمعي لهالحكي وكأنه أنا واقف وش جوازتك. لك يا أختي يا حبيبتي أنا كل قصة ما فيها بدي اختيارك يكون صح. فهمتي علي؟ لا أنا بعرفك منيح، أنت عم تتهرب من الموضوع وتمطمط بالقصة. لك أختي شبك مخك ما عاد حملك، أنا عم تهرب الموضوع. شو صاير لك أنت؟ لك حبيبي اهدى شوي واسمع لأختك للآخر. يا أمي مو أنا الضايج، هي الضايجة. أنا اللي عندي حكيته. أمي
الله يرضى عليك، لا تجرح على أختك، حرام حرام. أنا إذا ما لي كلمة بهذا البيت خلص صرفوا مثل ما بدكم. ليش عم تاخذ رأيي فيه؟ إن شاء الله أطلع غلطان، والله ما هي زعلان. شو عم تحكي فيكي شيء؟ لا ما بتحكي لي هم، سلامة قلبك. طيب حسنا أنا آسفة شفتك على ملا وشك. شو آسفة ما آسفة؟ لك شو عم تحكي أنت؟ إيه والله لو صاير لك شيء عيلته كلها ما بتكفيني. خلي لي إياك يا رب. رح أعمل لك شيء سخن تشربي إيه؟ ما تحس بحالك. صدق لما شفته للمعلم اليوم بالمشفى كنت رح موت رعبة. اوف ليش لك موت رعبة؟ شو دخلك انت؟ لك شلون شو دخلني انا؟ ايه ما يدرى اني مصاحبك اشكال. ايه والله ليه جنني. هيك اشكال. ايه بص ايدي من هون اذا هو مصاحب هيك اشكال. بس اشكاله غير اشكالنا، كلها فرنجية ابيض ومشكلاس، بس نحن الدراويش. لا لا اخي لا ما بظن، هو ما بيحب هاي الاجواء كلها. لك شو بعرفك اذا بيحب ولا ما بيحب؟ ليش بتروح معه انت هيك اجواء؟ بس يروح يا حبيبي على هيك اجواء انت ما بتكون. بيكون هو والنسوان والمصاري والعمله والعز والسيارات والاراضي. لك هدول عيشتهم غير عيشتنا، فهم؟ فتح لي مخك. انا ليش قلبي حاسسني انه انت بدك تخرب لي بيتي؟ لا لا يا ابو سمره الله يسامحك. لك حبيبي انت، انا بدي اخرب لك بيتك. انا بدي اياك تستفيد، بدي اياك تجيب عمله تلعب بالمصاري لعب. والله حقك، لك شغيل وبتستاهل والطريق مفتوح قدامك، بس فتح مخك فتح مخك. شو بيصير اخي؟ اريح من هالمحاضرات تبعك كلها نسمع لنا شيء اغنيه. اسمع السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الدراسة؟ الحمد لله. صليتي؟ يا بابا. تقبل الله. أنا ومينك؟ أحسنتي. صحة صحة صحة. قريبة بابا. حبيبة قلبي. حتصحي بابا إيه؟ إيه بابا. إن شاء الله حتصحي وترجعي المدرسة. تلعبي مع رفقاتي. وباخدك على الجنينة. ايه بابا. مو هيك سلمان؟ هيك بابا. سامر كان لازم تفوتوا على الكنيسة بكليلنا مو بعزاء وهو ما نموت. يا أمي ما بيصير تعملي بحالك هيك. أمي تذكري كل ما كنت تهزميها من غدرة يا أمي لك أكلك كثير طيب. يا ريت سكارلت بتعرف تطبخ هيك. بعدها كان يحس اني تضايقت، كان يضل كل النهار يراضي. حبيبتي اكيد سامر ما بحب تكوني متضايقه. ميلي ميلي شو عامل؟ عم شوفه وين ما طلعت، عم اسمع صوته كل الوقت، بحسه واقف وراي. التفت بس ما بلاقي حدا، ما عم بقدر ما افكر فيه، ما بقدر ما فكر شو عملوا فيه غاب الكل. يا ترى يا ترى يكون اللي بحبك وانا ما سمعت، يكون نادالي
يكونوا عزموها قبل ما يطلوا. ما عم بدي اعرفي، ما عم بدي، ما بتكفي. حجبة يا امي، البكي ما بيفيد. سامر راح لعند ربه الله يرحمه. شي غسلي وشك. حرموني منه يا امي، حرموني منه. انت لازم تكوني اقوى من هيك. مشان امه، مشان اهله يا امي. مشي يا امي. ان شاء الله مبروكين يا عروس. الله يبارك فيكي، بتخجليني لما بتقولي لي يا عروس. اهلا وسهلا، شو بتحب تشربي؟ قهوة مو؟ ايه اثنين قهوة وسط. بس لهلا ما فهمت ليش ما اشتريتي الفستان الخمري، كثير طلع حلو عليكي. بصراحة ما حسيت بالقلي، وبعدين سعره غالي شوي. اسمعي مني، خلينا نرتاح شوي ونرجع على السوق، لأنه الأغراض اللي اشتريتيهم مو جهاز عروس. خلص ليلى، هاي اشترينا بيجامتين وكم غرض بكفوا، بعدين دخيلك ليكو السوق اي شيء بعتازه، وحتى بعد الزواج بنزل بشتري، وين المشكله؟ ما في مشكله، بس انا حابه افرح فيكي وحابه اركض بجهازك. خلص ولا يهمك، بكره بعرسك بننزل ما بنخلي ولا قطعه مكياج ولا بيجامه ولا فستان الا بنشتري، لا تاكلي هم. انا ابو لا يوافق سياده الرائد، والله عم بخجل افتح السيره معه. يا ليلى، مجد اخي وبعرفه، عنده شيء مهم وشيء اهم، هلا بالنسبه لإله الاهم هو انه تخلص هالازمه. بتعرفي سوسن، صار عندي فوبيا، صرت خاف اتصل فيه ولاقي موبايله مسكر. اي مو لهالدرجه انت كمان، والله مجد بحبك كثير. بعرف انه بحبني كثير، بس صاير تفكيره كلياته باللي عم بيصير حاليا. طيب بدك احكي معه؟ لا الله يوفقك، شو تحكي معه؟ اللي فيه مكفي، بعدين احنا خلينا بجهازك. يسلموا ايدك. شكرا. شكرا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ابو عدي. اهلا. وعليكم السلام. اهلين عمي ايهم. لا الحمد لله رب العالمين، ما شاء الله صرت منيح. ايه الحمد لله. طمني، شو الاخبار؟ اي اخبار؟ ليش في اخبار غير عن الشيخ سعيد؟ الله يخلي لي اياك، انا ما دخلني بالسياسه. اوف، هلا سعيد صار سياسي؟ يا سيدي واخطر. بهي الحق معك، بس والله يا ابو عدي لازم تلاقي لك شي طريقه توقفه عند حده. ما عم يرد علي، ما عم يرد على حدا. ما بيصير ما يرد يا ابو عادل، بيضلوا صهرك جوز بنتك. السلام على من اتبع الهدى. وعليكم السلام ورحمة الله. انا قلت على من اتبع الهدى. ونحن على طريقه. احسنت، ان شاء الله تكون على طريقه. شو يا أخ أيهم، بلاقيك ما شاء الله صرت عال. الحمد لله. الحمد لله دائما وأبدا على كل النعم وعلى كل مكروه. ومنكم نستفيد يا شيخ سعيد. أحسنت. السلام عليكم. وعليكم السلام، الله معك عمي. شو عم يعمل هذا عنده؟ شو عم يعمل؟ لك يا صهري، هذا الشاب ابن أعز أصحابي، بعدين كتر الله ألف خيره إنه كل فترة والتانية بيجي بيسأل وبيطمن عني. أحسنت، بتخبره ما عاد يلفي لهون لأنه طريقه غير طريقنا. شو يعني؟ يعني ما عاد يجي لهون، وإذا بشوفه مرة تانية عندك تعرف شو بساوي؟ شو؟
بلحشوا لبرا وبدعوسوا برجليه. لك يا رجل، هذا الشاب شو عمل؟ بعدين انت شو دخلك باللي بيجي لعندي وبيطلع من عندي؟ انا دخلني بكل شيء، واللي بيخصني بدي اتدخل فيه على الاكيد. وانت عمي ابو مرضي، ابو حرمتي، واللي بقوله انا بده يصير. يا ربي دخيلك شو صار له لهالزلمه، ما عاد احترم لا كبير ولا صغير. استغفرك يا رب واتوب اليك. احترامي معلم. معلم هي الدراسه اللي طلبتها مني. حط عندك. تريد شيء غيره معلم؟ روح. احترامي. يا حبيبتي يا أمي، كنت طول عمري أحلم شوفك بالبدلة البيضة. شو نصيبك؟ هو أنا أمي طول عمري بحلم بالفستان الأبيض، بس شو بدي أعمل؟ هذا نصيبي. والله يا جماعة أنا حاولت معها نعمل أي شيء حتى لو حفلة صغيرة، بس هي أصرت تطلع بهالطريقة. الله يرضى عليك يوفقك كيف ما تحركتي يا حبيبتي. ادعي لي أمي. الله يوفقك، دير بالك عليها، الله يرضى عليك. بعيوني يا خالتي، والله بعيوني. بدي أطلع من البيت وأنت رضيان عني. صحيح أنا أختك الكبيرة، بس أنت بمحل أبي. استاذ حبيبتي، انت اغلى شيء بحياتي، وصدقيني شو ما عملتي ما راح ازعل منك. ان شاء الله تضلي مبسوطه. يلا انت كمان شدي همتك. يلا حبيبتي. والله انا شاده الهمه، بس العتب علي مطنش. الف مبروك سيدي هشام. الله يبارك فيك يا مجد، تسلمي. ان شاء الله هيك عقبال ما نفرح فيكم. تسلم. اسمع سيدي هشام، بدي اقول لك كلمتين قبل ما تمشي. انت اخذت من بيتنا اغلى شيء، سوسن زهرة بيتنا، لهيك بدي اياك تدير بالك عليها كثير منيح. تفهم علي؟ ولو يا معلم عم توصيني، والله لحطها بعيوني. يلا هشام. يلا. خاطبني. مع السلامة، الله معك. خاطرتي موفقة يا رب. مبروك. عبالكم. شو ما صار معي أنا أخوك، وهذا البيت بيتك. تقدرنا نمشي معلم؟ سلامتك خالتي. الله يرضى عليك، مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة يا حبيبتي. حطكم يا شباب. مع السلامة. Thank you.
ليش؟ ليش؟ ما بدي يا أمي، لا تلومني، لا تلومني. دعي لها لو دعي لها. الله يوفقها ويهنيها ويسعدها كيف ما دارت. مرت عمي، نسيتي إنه عندك بنت ثانية؟ حبيبة قلبي. قومي معي، قومي. إيه؟ الله شدي حالك. صدقيني خلاص. إيه أكيد. مسيح مش الحال؟ شو رأيك يعني؟ الله يطول لنا عمرك يا سيدي، والله الخدمة ما راح نسالك اياها بحياتي، لا أنا ولا رفيقي. رفيقك؟ يعني سيدي هلا إذا ما في إزعاج ممكن أمرق اليوم أشرب قهوة عندك؟ يا ميت أهلا وسهلا، بس لا تنسى تجيب معك قهواتنا. جاهزين معلم. على راسي. احترام. أنا بانتظارك. احترمناك. حبيبي ليه عذبت حالك؟ والله ما كان في داعي. ولو غنوشتي؟ عذاب شو؟ يعني أنا هلأ كمان بصير لازم أجيب لك هدية. لا يا عمي، بكفي تقومي بالسلامة. أهلا وسهلا. شكرا، يسلم ايديكي. الله يسلمك يا رب. بصراحة أنا مالي عارفان شو بدي أقول لك يا أنسي حسنة، بس صدقيني اللي صار مو بإيدي، يعني يمكن هاد قضاء وقدر. مو مشكلة، بس إن شاء الله يكون الوالد والوالدة ما تضايقوا مني لأنه يوميتك مغليزة شوي. لا لا أبدا، أهلي ناس متفاهمين وقدروا الحال اللي كنت فيها. منيح. اي والله أنا وقت شفتها لغنى متسطحة على التخت بالمستشفى طار عقلي، جنيت ما بعرف شو حكيت وشو خبصت. الحق معك، الموضوع مو سهل. يلا عموما الحمد لله على كل حال، حصل خير، الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك. تفضل. شكرا، تسلم ايديك. الله يسلمك يا رب. شرفي غنى خانم. شكرا. الو، اهلين سعيد. طيب طيب، لا ما راح اتاخر. طيب شو بدي اقول لامي؟ خلص ولا يهمك، انا بلاقي لها شي حجه. وعليكم السلام ورحمه الله. اللي رح نعيش فيه يا حبيبتي، هذا البيت عشت فيه كل عمري لحالي، وكنت بستني هي اللحظة، بستني اللحظة اللي بدي افوت فيها مرة على هذا البيت، وفاتت، بس مو أي مرة، مرة ولا كل الستات. يا الله يا هشام، ماني مصدقة إنه تجوزنا، وإني صرت مرتك. صدقي يا حبيبتي، صدقي، نحن بهذا البيت رح نعيش أحلى أيام عمرنا بوعدك. إن شاء الله. تشوفي غرفتنا؟ تعالي. يا الله يا هشام، ما كنت متخيلتك رومانسي كل هالقد. دوري قلبي، لسه ما شفتي شيء من رومانسي. تعالي قلبي. بعرفي شغلة؟ أنا كثير بحبك، ومو بس بحبك، بموت فيك كمان. الله يخلي لي إياكي يا روحي. أول مرة بحس البيت فاضي بدون هيك،
إن شاء الله تعيشي مبسوطة ومرتاحة مع هالشاب اللي اخترتي. الله يهنيك، الله يهنيك ويساعدك. لو ما صار هيك انت بعمرك يمكن ما كنت رح تهم على جواز. هلا صرت شو مضطر. ايه والله صرت مضطر. يعني انت برايك انه احسن وقت هاد؟ طبعا احسن وقت. ما شايف الناس بالمخيمات لك بيوت على عظم عم تتجوز يا سيدي ومتخلف كمان. بعدين انت بعظمة لسانك قلت ما بدك حدا يدير باله على امك. انا ما حدا كاسر لي ظهري غير امي. لك صحيح بتكون زعلانه مني لازم اتصل فيها. جهزوا لي السيارة بدي اطلع. انت شفتي شو حلو هالموبايل؟ شفتي شو حلو هالموبايل؟ مبروك ان شاء الله. بارك فيك. انا لو بعرف انه كان لازمك موبايل كنت انا جبت لك اياه. لا انا مو لازمني، بس لانه منه ولانه فاجئني فيه. شوفي حبيبتي، انا ما بدي اياكي تنظري لاي شاب من اي ناحيه ماديه. اذا مو عاجبك مالك مضطره تكفي معه حتى لو كان ابن ملك. لا حسنا، انا ما بشوفه لازم غير شاب عادي مثله مثل كل الشباب. أنا بحبه لأنه هو، لأنه بحبني وبخاف علي وحنو. إن شاء الله. إمتى اتصلت فيها؟ صرت متصل فيها 10 مرات وما عم ترد. أنا كتير بالي مشغول عليها. حبيبي شو بدك يعني ساوي؟ حبيبتي امسكي حالك وروحي على البيت وشوفيها. طيب ماشي، رح أخذ إذن من المدير وروح لعندها فورا. تمام، وخبريني شو بصير معك. ماشي ماشي باي. حنين ديري بالك على طلابي. ايه تكرم عيونك. طمنيني شو بصير معك. ان شاء الله بيكون سهل شيء. قلتيلي كانت بحفلة عرس نسوان؟ خير شوفي. مظبوط، كانت بحفلة عرس، إيه بس مو نسوان، هي كانت حفلة رجالنا. والله ما عم أفهم عليك، عن مين عم تحكي أبو يزن؟ بنت إحنا ابنك المستقبلية، طلعت رقاصة بملها. إيه؟ شو هالحكي؟ والله مثل ما عم تسمعي،
وينه هلا؟ لسه ما اجى. اتصلي فيه خليه يجي فورا. على عيني حبيبي. لوين رايح؟ وشو دخلك لوين رايح او لوين جاي؟ بس نحن لازم نعرف وين عم تحرك اهل الحاره، هيك التعليمات. هاي التعليمات ما بتمشي علي. وروح فهمه للي اعطاك التعليمات انه الشيخ توفيق بدخل امتى ما بده وبطلع امتى ما بده، فهمت يا ولد؟ عمو شو وقع؟ لا تاخذ على حكي، هذا اختيار كحكي. اقسم بالله جاي على بالي شو بيقرب. لك مجنون انت؟ بدك تقوص الشيخ توفيق؟ لك ما شفته؟ شفته؟ ان شاء الله كل واحد حكى لك اللي بتقدر تقوصه، شو فرض مي حامي؟ اهدى ولك فؤاد اهدى. رح تبقي عشقي والهوى يا شام، مهما اجتمع وتكالب الظلام، ورح يبقى حضني أدفى حضني بهالدنيا، ونرمي بحضنك هالتعب والنام. تذكري يا شام كيف كنا سوا، نمشي بحاراتك وددنا الهوى. تذكري يا شام كيف كنا سوا، نمشي بحاراتك وددنا الهوى. سرق العمر هاد الجمر، انت الصبر كل القهر رح ينطوى، ورح تبقي عشي والهوى يا شام. Show.